نرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم من بداية حلقتنا واستعراض ما تم الحديث عنه خلال اليوم الثالث من فعاليات مؤتمر حكاية وطن، من أهم الملفات اللي تم استعراض خطوات التنمية والتطوير فيها هو الملف الصحي. يمكن خلال هذا الاستعراض تابعنا اهتمام الدولة بالمنظومة الصحية وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، دعم منظومة التأمين الصحي اللي بيقدم خدماته ل 69 مليون مواطن بنسبة 70% من المصريين. ده غير بقى كمان المبادرات الرئاسية زي مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة إنهاء قوائم الانتظار اللي أجرت حوالي 1,700,000 تدخل جراحي بقيمة 15 مليار جنيه. يمكن يا جمانة المبادرات الرئاسية دي كانت بداية انطلاق حقيقي يعني تغيير منظومة الصحة في مصر، حتى اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل تحديدا، لأن زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تقف الدولة تشاهد وتتفرج على يعني مواطن يتألم، فصحة المواطن المصري هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيها. خلونا نتكلم عن ما حدث من تغيير ومواجهة للتحديات في قطاع الصحة من خلال ضيفنا الكريم اللي منورنا فيها الاستوديو دكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة. صباح الخير يا دكتور إسلام. يا صباح الفل، أهلا وسهلا، تحياتي لحضراتكم ودايما بسعد بوجودي معكم. أهلا أهلا وسهلا دكتور إسلام. في الحقيقة لما بنتكلم على منظومة الصحة في مصر، أين كنا وكيف أصبحنا؟ تمام، ده يعني سؤال صعب تلخيصه في إجابة يعني قصيرة، لكن خلينا نقول في الأول كده شوية أرقام كان نتكلم على الإنجازات. يعني يعني لو قارنا من 9 سنين لدلوقتي المنظومة نفسها اتغيرت إزاي، خلينا نتكلم الأول على ميزانيات مثلا. يعني كانت ميزانية وزارة الصحة أو الصحة في مصر بتمثل تقريبا ما بين 35 مليار ل 40 مليار سنويا كمخصص مالي من خزانة الدولة من رئاسة الوزراء للصحة. حاليا احنا بنتكلم في حدود 222 مليار جنيه. وطبعا في قفزة، لو بصينا في الميزانية نفسها في قفزة في الصحة. صحيح. فده أول حاجة. لو بصينا برضو على عدد الأسرة، لو بصينا على المنظومة نفسها أو الإنجازات، هنلاقي أن الأرقام كلها اختلفت. يعني التغطية التأمينية زي ما كانت جمانة بالظبط بتتكلم، هم نتكلم على تغطية تأمينية من التأمين الصحي القديم اللي هو هيئة التأمين الصحي، في حدود 54% من المصريين عندهم تغطية تأمينية. احنا حاليا بنتكلم 69.5، فتقريبا 70% من المصريين اصبح لديهم تغطية تأمينية. بقى عندنا تأمين صحي شامل، وده منظومة تانية. عندنا هيئة التأمين الصحي ده القديمة اللي هي انشئت من الخمسينات، بعد كده التأمين الصحي الشامل. دي المعنية بالموظفين اعتقد يا دكتور، صح؟ وده على الفرد. يعني ده فقط للموظفين الدولة مع الفئات الاخرى زي المرأة المعيلة والمعاشات واطفال المدارس. لكن التأمين الصحي الشامل حاليا بيغطي 6 مليون مواطن من ساعة ما انشئ من 2018، فده للأسرة مش للفرد، ده للأسرة كلها. ده في 6 محافظات اللي هي المحافظات اللي منفذ فيها اللي تطبق فيها الموضوع. ولو اتكلمت على أهم ملف من آخر 9 سنين في الصحة، هتكلم على فكرة الحوكمة في قطاع الصحة. وبأن الكلمة استهلكت كتير وللأسف بتتقال ويعني معناها مش واضح، فممكن نشرحها ببساطة. يعني دي أهم حاجة حصلت حاليا. حتى لو بعدنا شوية عن الصحة، خدنا مثال. يعني تخيل لو احنا هنخش مشروع مع بعض مثلا، وقلت لحضراتكم هنخش في اقتصادات الصحة، بس احنا هنعمل مشروع وعايز منكم فلوس، فهاخد 100,000 من كل حد. لو معكوش 100,000 هيخليها 1,000,000 عشان تبقى منطقية. ولو معكوش الفلوس انا هخليكم تاخدوا كارد وهسأل لكم الكارد وبقى معانا اصل لمشروع. قلت لكم بس خلي بالكم، انتوا بما انكم مش هتتدخلوا في المشروع، ما تتشغلوش في اقتصاد الصحة، فانا مش عايز اي حد فيكم يبقى ليه علاقة بالمشروع ولا يجي ولا يسأل اللي بيحصل. فايه الثقة اللي موجودة بين الشركاء او الثقة اللي موجودة بينها تبتدي تقل شوية. لو انا قلت لكم بس ما تقلقوش انا هعمل لكم تقرير رقابي كل 6 شهور بالظبط كل حاجة بتحصل ايه، واعمل على نفسي اوديت، هتبتدي الثقة بيننا وبين بعض تعلى. انا اللي هكتب التقرير، مفيش ثقة أصلا. ثقة بقى طبعا. ثقة أصلا. الحوكمة هي ببساطة بتخلي من الشخص ما يراقبش على نفسه. احنا كان عندنا مشكلة في الصحة إن وزارة الصحة كانت هي المعنية بكل شيء. فكانت هي اللي بتقدم الخدمة الصحية، وهي اللي بتشتريها، وهي اللي بتراقب على نفسها، وهي اللي بتقيم الأدوية وبتسجلها وبتبيعها وبتخزنها وبتوزعها وترجعها. فبالتالي ده مركزية، فيها مركزية شديدة،
وهو ده عكس فكرة الحوكمة. حوكمة معناها ان انا افصل الاختصاصات عشان يكون في رقابة على كل جهة في تخصصه. فبالتالي بدل ما كان عندي وزارة صحة فقط، وده ملوش علاقة حتى بالفساد، هو اللي عشان يحصل تطوير مؤسسي وعشان يحصل تنافسية لازم ما يبقاش في مركزية في الصحة، وده اللي موجود في العالم كله. فانا فصلت من جوه وزارة الصحة هيئات مختلفة. فمثلا خدت قطاع الأدوية والتسجيل والتسعير والكواليتي الجودة، وبقى فيه هيئة الدواء المصرية. ودي هيئة مستقلة يرأسها دكتور تامر عصام، هو يعني ريبورتنج أو يتبع رئاسة الوزراء مباشرة. فدي انفصلت. فأنا كده فصلت قطاع مهم جدا، كان أكتر قطاع بيدخل فلوس فمحتاج يركز في موضوع الدواء. صحيح. بعد كده تقييم الأجهزة الطبية والأدوية وشرائها، بعد كده تخزينها وتوزيعها، محتاج برضو يكون جهة مستقلة بتشتري لمصر مرة واحدة، بدل ما كان بنشتري قطاعي سواء كان في الأدوية أو خلافه، لا احنا عايزين نشتري كله مرة واحدة. فبالتالي بقى في هيئة الشراء الموحد. صحيح. برضو يرأسها لواء طبيب بهاء الدين زيدان، برضو هو يتبع رئاسة الوزراء مباشرة مش وزارة الصحة. بعد كده احنا محتاجين نعمل منظومة التأمين الصحي الشامل، لازم يبقى ليها برضو هيئات. فبقى في هيئة التأمين الصحي الشامل دي لوحدها، ودي اللي يرأسها دكتور محمد معيط وزير المالية بقى كرئيس مجلس إدارة بشخصه وليس بصفته، وهيئة الرعاية الصحية اللي بتقدم الخدمة في التأمين الشامل، وهيئة الرقابة والاعتماد. وهيئة الرقابة والاعتماد بما أنها بقى هي دي اللي بتعمل الأوديت وهي دي اللي بتعمل الرقابة، دي تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة لا تتبع رئاسة الوزراء. فبالتالي أنا قسمت المنظومة الصحية وسبت لوزارة الصحة موضوع مهم جدا تركز فيه، الصحة العامة، عشان كده كل المبادرات موجودة في وزارة الصحة. سبت فيها الفاكسين والبريفنتيف أو الطب الوقائي والسياسات الصحية واقتصاديات الصحة. فبقت وزارة الصحة زي ما بيحصل في الدول المتقدمة من زمان، يعني مركزة إنها تحسن في تطوير صحة المصريين، وتبقى مركزة في رؤية مصر للصحة 2030 إن احنا نوصل لها. عشان كده تلاقي إن خطاب حتى وزارات الصحة يعني من 9 سنين لغايه دلوقتي اختلف. صحيح. ان هو دايما بيتكلم على ازاي اوصل في رؤيه مصر 2030 للصحه. صحيح. صحه افضل للمصريين، ازاي اطور في المنظومه. فالتركيز في تطوير المنظومه وان هو يسيبوا من على كتفهم الحمل بتاع بقيه الهيئات اللي موجوده خلتهم يركزوا، ومتهيألي ده اهم حاجه حصلت في الصحه، خلتنا حاليا بنحتفل بالقضاء على فيروس سي، بنحتفل على قوائم انتظار. صحيح. بنحتفل بكل الانجازات اللي حصلت في الصحه، سواء من فكره الميزانيات اللي زادت او من فكره الصحه العامه اللي حاليا اللي بيسموها هيلث انديكيتورز بقت افضل ومتمشيه مع المنظومه المنظمه الصحه العالميه اللي حطاها از بنش مارك للبلاد اللي هي بيسموها منخفضه او متوسطه الدخل. طيب دكتور، كنا بنتكلم على فكره الوضع في مصر، ونتكلم تحديدا على الملف الصحي. حضرتك تحدثت عن فكره الحوكمه، ده يمكن اكتر حاجه كنا بنفتقدها في وقت من الاوقات، واعتقد ان الوضع فعلا وقتها المشهد ما يعني كان صعب جدا. كنا بنشوف يعني خلينا نقولها بشكل يعني بسيط، ما كانش فيه ثقه اصلا في القطاع الصحي باي شكل من الاشكال. دلوقتي بقينا بنشوف ثقه اكبر، بنشوف فعلا خدمه مقدمه بجوده، وده المهم، دي النقطه الاهم، مش فكره ان خدمه بتقدم فقط لكن حتى جوده الخدمه نفسها. بس على جانب اخر، ونقطه حضرتك ذكرتها مهمه جدا، الادويه. احنا دلوقتي بقى عندنا يعني عندنا احنا مش يعني بقينا بنصنع الدواء، مصر بقينا بنصنع دواء الى حد كبير، ونسبة حتى اختلفت كتير قوي عن قبل كده. لو هنتكلم عن تصنيع الدواء تحديدا، هنتكلم عن طبعا ماركت كبير جدا، نتكلم على ماركت في حدود 70 مليار، ومهم جدا ان يتم توطينه. دي اهم كلمة في الدواء. احنا لو فضلنا معتمدين اعتماد كلي على الاستيراد للادويه، دايما هنبقى في اي ازمه بتحصل ايدينا ملويه للاستيراد وللعمله الصعبه. يعني خلينا ناخد مثال مثلا اللي حصل في كوفيد. احنا في كوفيد لولا ان احنا عندنا تصنيع ولولا ان كان في توطين للادويه، كنا عانينا زي بقيه الدول اللي ما عندهاش مصانع للدواء. احنا بعد بالظبط 4 شهور من بدايه كوفيد كان كل بروتوكول لكوفيد بيتصنع جوه مصر، ما عدا دواء واحد بس هو اللي بيجي من بره، لان هو بيجي لمصنع واحد هو اللي بينتجه. غير كده البروتوكول كله بيصنع هنا. التوطين الدوائي مهم في كذا حاجه، يعني مهم داخليا عشان يبقى في امن دوائي. لو في عندي اي ازمه في الدواء انا بعرف اغطيها.
عندي بقى دي مهمة. الحاجة التانية عندي جاهزية مصانع ان انا اعرف اعمل نقل تكنولوجي لأدوية تانية. فبقى انا عندي مصانع، لو في اي دولة بتفكر انها تنقل التكنولوجيا الطبية للتصنيع لأي دولة هتفكر دايما مين اللي عنده الجاهزية في الانفراستراكتشر عشان اقدر ان انا اصنع عنده. صحيح. مصر عندها الموضوع ده من قديم الازل، احنا اقدم دولة في التصنيع الدوائي في القارة الافريقية وفي الشرق الاوسط واكبر منتج للدواء في افريقيا. فالجاهزية نقل التكنولوجيا دي فرصة للاستثمار، ودي تاخدنا للنقطة الثالثة، التصدير. احنا حاليا بننتج ما يكفي 95% من احتياجنا، ده انتاج محلي، ده رقم يعني متهيألي من اعلى الارقام في الصناعات كلها ما بين كل الصناعات الموجودة في مصر. اللي قدامنا بقى في افريقيا الاخبار العكس، هم 90% من احتياجهم بيستوردوه و10% فقط اللي بينتج داخليا في افريقيا. فبالنسبه لنا ده سوق واسع وخصب للتصدير وقريب، واحنا من بقالنا يعني كذا سنه عندنا ترابط وثيق مع الدول الافريقيه حاليا في ملف الدواء. بقالنا سنتين بيتعمل المؤتمر الافريقي للصحه افريكا هيلثكون، والتصدير ابتدى يزيد ما بيننا وما بين الدول الافريقيه خصوصا مع الاتحاد الافريقي للدواء اللي انشئ من 3 سنين. صحيح. فبالتالي الاتفاقات دي كلها خلينا نقول في امن دوائي، بس كمان في استثمار، في تجاره خارجيه، في عمله صعبه بتدخل البلد بسبب ملف الدواء. نعم. دكتور اسلام، مش فكره بس التصنيع وتوطين صناعه الدواء في مصر، لا فكره اللي انت ايضا اتجهت لصناعات اخرى فيما يخص يعني ملف الصحه تحديدا لم تكن موجوده في مصر من قبل، زي مشتقات البلازما. ايه مشتقات البلازما برضو عشان نبسط المعلومه للساده المشاهدين، والعائد بتاعها لان اغلبها هيكون تصدير، العائد بتاعها على مصر هيكون عامل ازاي؟ تمام. مشتقات البلازما طبعا هي جزء من اجزاء الدم الموجوده في جسمنا، فهو بيتم فصله عن الدم. البلازما بتدخل في صناعات كثيره جدا. احنا بنحتاجها لامراض الدم مثلا زي الثلاسيميا اللي هي انيميا البحر الابيض المتوسط، زي الهيموفيليا اللي هو تخثر الدم، للسيكل سيل انيميا، الانيميا المنجليه، للالبيومين، تصنيع الالبيومين. احنا كان كل اعتمادنا في الامراض دي على الاستيراد، واعتقد كمان اسعارها مرتفعه. اسعارها مرتفعه جدا. يعني لما بيكون في بيت فيه للاسف حاله، خلاص البيت كله بيشل اقتصاديا الا لو عرف ان هو يعني عنده تغطيه تامينيه والادويه نفسها تبقى موجوده. فبالتالي برضو كانت مربوطه ارتباط وثيق بالدولار. بالعمله الصعبه. ان احنا يبقى عندنا مصنع، دي برضو خلينا نقول فيها جزء مهم في الشراكه ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. زي ما سياده الرئيس امبارح حكى حكايه البلازما، جريفورز هي اكبر شركه في العالم للمشتقات الدم، والاتفاق بتاعها قعد فتره رايح جاي لغايه ما يتم اتفاق جيد يبقى فيه وين وين ما بين الدوله المصريه وما بين الشركه، ان احنا مش بس يعني نستخدمهم في ان هم يصنعوا البلازما، ان هم ينقلوا كمان التكنولوجيا عشان تبقى عندنا. صحيح. وده المهم في اي اتفاق، ان انت تبقى يعني عندك النو هاو، مش فقط بتشتري الفينيشد برودكت او بتشتري حد يعملها لك وانت تعرف تعمل ازاي. صحيح. فان شاء الله هو المصنع باذن الله يخلص في خلال سنتين من دلوقتي في 26، وساعتها هيبقى على الاقل عندنا يعني لو اول سنه مش هيبقى فيه تصدير، بس هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي للامراض اللي محتاجين فيها لمشتقات البلازما. بعد كده الكميه ينفع فيها تصدير. طبعا هو الموضوع فيه شقين، في شق ان التكنولوجيا نفسها تكون موجوده، فيها الشق الثاني التوعيه عند الناس اهميه التبرع. بتكلم في النقطه دي تحديدا لان ده بيجدد الصحه، وفي نفس الوقت اعتقد هيكون في عائد على المواطن من فكره التبرع. اه طبعا. يعني هو في 3 حاجات. يعني اول حاجه لو قلنا ان الانسان نفسه صحته تبقى احسن لما بيتبرع، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هي المسؤوليه المجتمعيه. في مسؤوليه مجتمعيه ان انا يعني عندي مرضى وانا في يوم من الايام ممكن لا قدر الله احتاج. صحيح. ممكن حد في عيلتي يحتاج، فالسوليداريتي او التضامن هو اللي بيقوم عليه الصحه عموما في اي حته في العالم. احنا عندنا المساواه والتضامن، دول الفاليوز بتوع الصحه في مصر. الحاجة الثالثة هو العائد المادي، كان هو لازم يبقى فيه انسنتيف او حافز لاي شخص بيعمل اي شيء في الصحة، اي دونيشن او اي تبرع باي حاجة. صحيح. فده الحاجة الثالثة. هما 3 حاجات انا رأيي ان احنا لو ركزنا فعلا، وده دور حضراتكم ودور قطاعات كتيرة واحنا في الصحة وكل القطاعات التانية، ان احنا نوعي الناس بأهمية الصحة العامة، ان ازاي الموضوع ده طبعاً بيحسن في الصحة. صحيح. وفكرة التضامن في الصحة محتاجة
نتكلم عليها ان هي مش متغطيه كتير في يعني سواء في الوثائق العموم المرئيه او المسموعه. فكره انا ليه بكون بدفع ضرائب كتير مع ان غيري اللي بيستفيد بالصحه ما بيدفعش ضرائب وبيستفيد اكبر قدر من المنظومه الصحيه. طيب. لان في الاخر ده اللي هيحصل لي بعد سن المعاش مثلا. لا ودي نعمه ربنا انعم عليا بيها، فكره الصحه ان انا صحتي دلوقتي كويسه الحمد لله نحمد ربنا ونشكره، لكن مش بالضروره اللي هو اشمعنى فلان، لان ممكن الدور يجي عليا ايضا زي فلان. نطلع فاصل ونرجع ونكمل كلام مع حضرتك الدكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. ما زال حديثنا مستمر مع دكتور اسلام عنان استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه. دكتور اسلام، كنا بنتكلم قبل الفاصل عن يمكن اهم الملفات او يمكن اهم الخطوات اللي تم اتخاذها في تطوير قطاع الصحه، ومن اهم هذه القطاعات واحنا بنتكلم حتى في الفاصل هي المبادرات الرئاسيه. لو اتكلمنا واتكلم الساده المشاهدين عنها. ده صحيح. خلينا نبتدي بالفكره نفسها بتاعت المبادرات الرئاسيه. يعني زي ما كنا احنا اتكلمنا في الاول على ان وزاره الصحه بقت مختصه اكتر في تطوير المنظومه نفسها الصحيه. فالمبادرات الرئاسيه كفكره هي فكره ان انا احاول اوصل لمركزيه الانسان في الصحه، يعني ان انا اوصل بالصحه ان انا مش بس بعالج كحاجه رياكتيف، ان اول ما الاقي مرض احاول اشوف يا ترى هعالجه ازاي، ولكن ابتدي اعمل كشف مبكر وحمايه من الامراض. طبعا الكشف المبكر دايما تبقى هي المرحله الاولى. فابتدت في فكره الكشف المبكر بفيروس سي. طبعا فيروس سي كان اكبر عبء اقتصادي واكلينيكي على مصر في الامراض، لان احنا للاسف كان عندنا نسبه عاليه جدا، كان عندنا بما يعني يقدر بحامل للمرض في حدود 7% من المصريين، ودي نسبه عاليه. كنا بنصنف كاعلى دوله في العالم فيها كرونيك هيباتايتس او التهاب كبد وبائي سي. فكان في كذا محاوله قبل كده قبل ال 100 مليون صحه، ولكن ما نجحتش قوي. في 100 مليون صحه كانت الفكره مختلفه. احنا عايزين اول حاجه نضمن ان احنا نعرف نوصل لاكبر عدد من الناس، فبالتالي انا محتاج ان كل المحافظات وكل الوحدات تبقى مشتركه في الحمله، محتاج الناس تبقى عندها دافع ان هي تروح تعمل الكشف، فبالتالي اخلي الكشف مهم قبل ما اي حد يشتغل، مهم هو داخل الجامعه، فابتدي احط الكشف نفسه كوسيله فحص قبل الموافقات الورقيه في بعض الجهات مثلا. ابتدي اتكلم مع الناس دور تو دور، باب لباب. في النهارده الحمله، تعالى هتكشف ضغط وسكر وفيروس سي ببلاش. ده الحمله خلينا نقول كرقم كده، احنا وصلنا لاعلى رقم لاي فحص حصل في التاريخ او في العالم. وصلنا في حدود 60 مليون مواطن راح عمل الفحص. الرقم ده ما حصلش قبل كده. فده اول حاجه. تاني حاجه، انا محتاج ان انا يعني وانا بكشف ابقى عندي منظومه الكترونيه سليمه اعرف اعمل بيها الفحص، وابتدي اشوف اعمل زي تراك لاي شخص تم فحصه، هل محتاج علاج ولا لا. فمثلا هو كان في حدود 4 مليون شخص طلع محتاج علاج او البي سي ار بتاعه بوزيتيف، اتعالج منهم في حدود 95%. وتم شفاء منهم في حدود 99.5%. فالاعداد اللي احنا بنقولها دي ما كانتش هتحصل اذا كان عندك المنظومه مترابطه ما بين جهات كتير، مترابطه ما بين القائم على مبادره 100 مليون صحه اللي هي وزاره الصحه ومكتب مبادرات الصحه العامه من مساعد وزير الصحه للمبادرات الرعايه الصحيه والصحه العامه دكتور محمد حساني، وان القطاع ده بينسق مع بقيه القطاعات، لان القطاعات بيفحص بس العلاج لسه زي ما هو موجود في نفقه الدوله، موجود في التامين الصحي، موجود في التامين الشامل، موجود في المستشفيات التعليميه، موجود في المستشفيات الجامعيه. فبالتالي انا ابتديت احط منظومه تقدر تهيئني ان انا في 100 مليون صحه، المبادره اللي بعدها، المبادره اللي بعدها، انا الهيئات الصحيه اللي احنا كنا في اول حلقه عمالين نتكلم عليهم وهو بيشتغلوا مع بعض. صحيح. فبقى دايما احنا بنقول عليها جلو اوف ذا سيستم، يعني الصمغ اللي ماسك السيستم ببعضه هي المبادرات الرئاسيه. فانا فحصت، بعد كده الكمبيوتر سيستم والداتابيز ابتدت تطلع الحالات، راحت عملت خلصت الادويه بتاعتهم والعلاج في اماكن اخرى، وموجوده الداتابيز برضو بتاعتهم على المنظومه، فبالتالي بقى عندي منظومه متكامله وايه اللي حصل في المبادره.
جزء مهم تاني، انا ما كنتش هعرف اعمل فحص واطلع مرضى جداد الا اذا كان عندي ميزانيه كافيه للعلاج. صحيح. فدايما هي القاعده dont screen what you can't treat. فانا عشان اعرف اعمل كده كان لازم يبقى فيه يعني علاج موجود وعلاج. واعتقد كان في مشكله اقتصادي كمان في فكره العلاج او الدواء اللي كان ليه يعني كان بيعالج فيروس سي. لو اتكلمنا من 9 سنين كنا بنتكلم على الانترفيرون. الانترفيرون كان بيتكلف في حدود 100,000 جنيه للمريض، 100,000 جنيه من 9 سنين، والعلاج نفسه السكسس النجاح في حدود 50%. نعم. احنا دلوقتي بعد ما السوفالدي نزل ومصر عملت صفقه السوفالدي كانت صفقه ناجحه للغايه، احنا خدنا الدواء ب 1% من ثمنه. وبعديها بفتره على طول قصيره صنعناه، فاحنا دلوقتي برضو كل ادويه فيروسي بتصنع محليا، فابتدى ان تكلفه الفرد عشان يتم علاجه لغايه الاخر في حدود 3000 جنيه. وطبعا الفرق يعني كبير جدا. وده اللي خلانا نقدر نغطي المنظومه، نغطي كل الحالات اللي بتحصل، زائد كمان ان احنا يعني ده الكويس انت بتعرف تتتبع الحالات بعد كده، يعني احنا عالجنا الفيروس سي، الحالات تم التعرف عليها، تم علاجهم، طب لو كان في حالات فيها تاخر، فيها سيروسز، فيها مشاكل في الكبد، ابتدت تخش على مبادره رئاسيه ثانيه اللي هي بدات حاليا اللي هي سرطان الكبد. فبما ان الداتا بيس كانت كويسه والداتا بيس كانت موجوده بطريقه مرقمنه، احنا الوزاره تحدد اولويات بالظبط، عرفت تطلع منهم كل الناس اللي ممكن يكون عنده خطوره وممكن يصاب بسرطان الكبد. فبالتالي الكول سنتر في وزاره الصحه كلم كل الناس اللي داخل فيروس سي اللي ممكن يكون عنده خطوره عاليه في سرطان الكبد، وراحوا فحصوا سرطان الكبد برضو بالمجان، وتم التعرف على يعني الاف من الناس محتاجين، يا اما يبداوا ان هم ياخدوا حاجه وقائيه او ان هو عنده للاسف سرطان في الكبد فمحتاج ان هو يتعالج. برضو نفس الفكره في السوفالدي، تم صفقه برضو جيده للغايه في ادويه سرطان الكبد، وحاليا برضو بتصرف بالمجان. فانا قفلت الدايره لان انا عايز مصر، كانت للاسف برضو سرطان الكبد للرجال ده اعلى حاجه، فانا عايز اقفل الدايره كلها من اول ان انا ما يبقاش عندي فيروسي، حتى الحالات اللي تقدمت فيها وعندهم مشاكل انا عملتهم فحص لسرطان الكبد، في اي حاله سرطان كبد هكشف عليه مبكرا، لان مبكرا دي معناها غير فلوس، دي معناها حياه. طبعا. صحيح. يعني ان انا بكشف مبكر على شخص في المراحل الاوليه قبل ما ينتشر في الجسم، لو انتشر في الجسم خلاص يعني الحاله للاسف بتبقى يعني تيرمينال. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه ان انا محتاج احسن اقتصاديا من الوضع الوبائي الفيروسي، لان احنا كان عندنا دايما مشكله في السفر مثلا. صحيح. يجي شخص مسافر عايز يشتغل بره مصر يرفض بسبب فيروس، ويعمل اول انترفيو ويعمل ثاني انترفيو وثالث انترفيو ويرتب اموره، يعني احنا عندنا في كليه الصيدله ده المثال ده مشهور، ويروح يخطب ويخلص اموره وبعد كده وهو رايح يسافر التحاليل بتاعته فيروسي، هو مش هينفع يسافر ثاني حتى لو اتعالج. احنا للاسف يعني ده اللي حاليا يعني الحوار بيتم فيه في المجلس الصحي الخليجي مع المجلس الصحي المصري، ان احنا نغير شويه في الاجراءات، لان هم ما بيقبلوش حتى لو حد اتعالج. فان هي تتغير ان خلاص وانس ان حد اتعالج خلاص، ان هم كانوا بيكشفوا فقط على مضادات الاجسام، فهي هتفضل دايما مضادات الاجسام موجوده. اكيد. صحيح. فالشق الاقتصادي اللي قدر ان كل الفلوس اللي اتصرفت في فيروس سي اللي هو مليارات، لا انا كل جنيه صرفته استثمرته ورجع لي في حدود 3.5 جنيه. ده مبلغ عالي جدا، يعني بنتكلم على يعني 250% ار او اي او العائد الاستثماري من المبادره. ده رقم عالي جدا. طبعا. ان انت لما بتحط مثلا 100 مليون، 100 مليون دول رجعوا لك، كل جنيه رجع 3.5 جنيه. ده رجع ازاي؟ عشان برضه الناس بتقول هو انا يعني ازاي رجعت فلوس؟ هي رجع ان انا وفرت مبدئيا علاجات سرطان الكبد اللي كانت هتحصل في المستقبل، وفرت الحالات اللي كنت اكتشفها متاخر في فيروس سي. صحيح. ووفرت كل الحالات اللي كان عاده تيجي تسافر، ودي الحالات الاحصائيه اللي احنا بنطلعها وما تعرفش تسافر، فبالتالي دي كانت تاني اكبر مصدر دخل للعمله الصعبه في مصر، فده تاني عرفت ان انا ارجعه للاقتصاد. صحيح. ده يعني عوائد استثماريه بشكل غير مباشر لكن ليها جدوى وجدوى مدروسه. يمكن حضرتك يا دكتور اسلام تحدثت عن نقطه في غايه من الاهميه، وفكره هي الكشف المبكر، وكان في مبادرة أخرى بتهدف الكشف المبكر، وهي مبادرة الكشف عن الأطفال من أمراض السمنة والتقزم، اللي قدرت تخليني عندي تاريخ مرضي للطفل من الصغر يقدر اللي أنا أبني عليه حاجات كتيرة قوي في المستقبل. أهمية المبادرة دي إيه تحديدا؟ تمام. يعني المبادرة هي فيها سوء التغذية من السمنة،
وكسر القامة والأنيميا، والثلاثة دول للأسف يعني عبء كبير جدا على كل عيلة عند الأطفال. ويعني القائمين عليها، وهو طبعا المبادرة دي الحلو فيها ان هي فيها كمان اكتر من قطاع، يعني هو القطاع المعني باطفال المدارس هي هيئة التأمين الصحي. يعني انا اتذكر دكتورة فاتن عمارة كانت موجودة برضو من كم اسبوع بتتكلم على المبادرة، فهيئة التأمين الصحي وبقيادة دكتورة فاتن عمارة في التأمين مع دكتور محمد حساني في الوزارة، فتلاقي ان دايما هتلاقي كل مبادرة هتلاقي ان دايما في كذا هيئة وكذا منظومة بيشتغلوا مع بعض. احنا عندنا في المدارس المشكلة ليها علاقة بالطفل، تغذيته، التغذية بتاعته، الصحة والتحصيل الدراسي، بعد كده المشاكل الصحية في المستقبل لو عنده حاجة من التلاتة. صحيح. ودايما المشكلة ان التلات امراض دول بالذات العيلة ما كانوش بيعتبروهم امراض. يعني اي حد عنده طفل مليان شوية ده حلو صحة. مع ان الشاهد من اللي احنا شفناه ان معظم الاطفال اللي كان عندهم زيادة في الوزن كان عندهم انيميا كمان. فزيادة الوزن مش معناها صحة، معناها تغذية غير غلط. سليمة. صحيح. الكسر القامة برضو دايما احنا بنقول ده اللي هو طلع قصير هيفرد طول لما يكبر، هيفرد طول بس يلعب عقلة. هيلعب عقلة او طالع لحد من أو طالع لحد من عيلته. بالظبط. فهو دايما ان انا فقط اكشف واطمن ان هو ده الطول المناسب، لانه طبعا بيبقى يعني ليها علاقة بالعيلة عنده طولهم قد ايه، الوزن عامل ازاي، الانيميا نفسها مقدارها عامل ازاي. فالفحص برضو لو سبناها ان الاطفال او حد ياخد طفله ويروح يعمل الفحص مش هيحصل. فكان لازم الفحص، ودي الفكره اللي هيئه التامين الصحي يعني بقياده الدكتور محمد ضحى عملوها، ان هم يروحوا المدارس. على فكره المبادره بقى لها 4 سنين. فكل سنه بيروح ما بين 10 مليون ل 8 مليون طفل في المدارس لغايه المدرسه ويفحصوا الطول والوزن والانيميا ويطلع بيهم تقرير. صحيح. لو في مشكله بيبتدوا يوجهوا الاب والام، انت محتاج تروح لطفلك في هيئه التامين الصحي تبتدي العلاج، ولو هو مناسب ليه علاج معين بيتم صرف العلاج ليه السنه اللي بعدها، الا لو كان طبعا يعني طلع بقى من ستة ابتدائي، لان المبادره بتاخد 6 ابتدائي هيتم فحصه تاني. انت لو بصيت على النسب هتلاقي النسب ان هي عماله تقل سنه بعد سنه. احنا بنتكلم ان نسب الانيميا وكسر القامه والسمنه قلت اكتر من 50% من اول ما المبادره ابتدت لغايه دلوقتي. انا وفرت خصوصا في السمنه، وفرت امراض قلب كان ممكن تحصل في المستقبل، سكري من النوع التاني كمان. فبالتالي حاجة بقى أخيرة، العائد الاستثماري برضو دكتور خالد عفار عرضها مبارح، العائد الاستثماري من كل جنيه تقريبا جنيه ونص بيرجع لو احنا أنفقناه على تحسين التغذية للأطفال. صحيح. يمكن العائد الأكبر هو صحة المواطن المصري. طبعا. يعني بشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر دكتور اسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحه وعلم انتشار الاوبئه، دايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. شكرا جزيلا. شكرا ليك دكتور اسلام. شكرا، صباح الخير.